واحد مسطول عزم صاحبه لعنده عالبيت، والمسطول ساكن بالطابق 112، ولسوء الحظ الأسانسير كان معطل، فاضطروا يطلعوا عالدرج، وهن عم يطلعوا ووصلوا عالطابق 111. أم قال المسطول لصديقه: عندي إلك خبرين، واحد حلو وواحد مش حلو. قال له: قل لي الحلو الأول. قال له: صفيان طابق ومنصير بالطابق 112. قال له صديقه: حلو ممتاز، والخبر المش حلو؟ قال له: الخبر المش حلو انه هاي البناية الغلط. مرة واحد سأل الثاني: كم الساعة؟ قال له: الساعة 1 الظهر. الثاني استغرب، قال له: كيف عرفت ما معك ساعة؟ قال له: من الشمس. قال له الأول: طيب بتعرف الساعة بالليل؟ لا تقول لي من القمر. قال له: لا لا لا، مو من القمر، أنا بعرف الساعة بالليل لما أعزف على البيانو. هذاك استغرب، قال له: كيف لما تعزف على البيانو بتعرف الساعة؟ قال له: بسيطة، لما أعزف على البيانو بتعيط جارتنا وبتقول: مين يعزف على البيانو والساعة 3 بالليل؟